توفي الإعلامي البحريني أحمد المرشد في العاصمة المصرية القاهرة إثر أزمة قلبية حادة ألمت به، وفق ما أعلنه نبيل الحمر المستشار الإعلامي في الديوان الملكي البحريني. وكتب المستشار الإعلامي نبيل الحمر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن وفاة أحمد المرشد قائلا: فقدنا اليوم الأخ والصديق الزميل الصحفي والإعلامي أحمد المرشد، وذلك إثر أزمة قلبية حادة ألمت به صباح اليوم في القاهرة. وأضاف نبيل الحمر: رحم الله فقيدنا العزيز بمحمد، وتغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبدأ أحمد المرشد مشواره مع الإعلام في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في قسم الأخبار في إذاعة البحرين، ثم اتجه إلى تلفزيون البحرين، وبعدها انتقل إلى قسم الأخبار في وزارة الإعلام مع بداية الثمانينيات، ثم أصبح مشرفا على قسم التصوير الفوتوغرافي وبعدها التصوير التلفزيوني. وواصل الإعلامي أحمد المرشد نشاطه الإعلامي بعد التقاعد من العمل في الإعلام الرسمي، وأصبح له العديد من الكتابات والمقالات، من بينها مقال أسبوعي في جريدة الأيام، وكتابات في صحف مصرية من بينها روز اليوسف والأخبار. وتولي الإعلامي الراحل إدارة موقع صدى العرب عام 2016، وبعد ذلك بعام تم تعيينه خبيرا إعلاميا في مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.